السلام عليكم البنات، معكم سكينة من شيوات تاويل داري. ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى خير. مرحبا بكم في اول فيديو غنشاركو معكم في 2019 اللي غيكون تحضير يعني غداء او هكا عشاء بسيط بتقديم راقي. دونك الوصفه الاولى غتكون فيها دجاج بلا موطات في الفران، والوصفه الثانيه طات بلا شونتي اللي كتباع في المغرب. لي انتريسي تكمل الفيديو حتى لافان. دونك كيف ما كتشوفوا هنا الطبله قدمتها بهذا الشكل اللي كتشوفوا، تقديم يعني تقليدي وفي نفس الوقت عصري. وبالنسبه للاواني استعملت تبسله ديال الفخار ودرت تحتهم هذوك لي سوبلا مع لي سوفير ديال الحصيره، غيجيو متواتيين هكا الفخار مع الحصيره. الو التبصيل الكبير قدمت فيه دجاجه، من بعد غتشوفوا الوصفه ديالها، ورافقتها مع بطاطا مشرمله. والتبصيل الاخر درت فيه اون سالاد يعني عاديه، ما حطيتش الوصفه ديالها، فيها الخيار مطيشه، الخس، لافوكا، الفيتا، لا شاكوتري مع الدريسينغ اللي فيه مايونيز، البزار، الملحه وشويه الخل. العصير درت فيه اناناس مع بنانا، المونغ وجو دورانج. وخلاص خبيز هكا زليفه صار، درت فيهم لاصوص اللي بقات لي من ديك الدجاجه. وبالنسبه للديسير ما درتوش، لانه كما قلت لكم قبل درت اون تارت اللي خديناها من بعد. اولى تارت قدمتها على هذا الشكل اللي كتشوفوا، تقريبا واحد نص ساعه من بعد ما كلينا قدمتها على الطبله الصغيره اللي عندي حدا الفوتوي. هاد لا تارت هادي درتها لانه كنت بغيت نحتفل انا والزوج ديالي بواحد المناسبه. دونك هادي فكره للبنات اللي عندهم حتى هما مناسبات، عيد زواجكم، عيد الميلاد ديالك او ديال الزوج ديالك. بالنسبه للوصفه ديال الدجاج غادي نحتاجو هكا دجاجه كامله او هكا فخيدات او مقطعه على حسب كل واحد شنو عنده. جوج معالق كبار ديال زيت العود، جوج معالق صغار ديال لاموتات، وعندي هنا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم، الملحه، التوابل نقولهم من بعد. غادي نخلط الزيت مع الثومه وشويه ديال الملحه وكذلك الموتات. بالنسبه للتوابل فيهم سكينجبير، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره والسودانيه يعني الحار. اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش. غادي نخلط هاد الماريناد مزيان، نشرمل بها الدجاجه ونخليها تقريبا واحد ساعتين اقل مده. دابا غادي ناخذ هكا واحد القطيب، غنبقى ندير تقيبات في ديك الدجاجه باش لا ماريناد تدخل مزيان لداخل، وفي نفس الوقت ما تاخذ لياش وقت كثير في الطياب. انا غدا نطيبها في هذا البلاستيك اللي هو خاص بالفران. البنات اللي في المانيا راه كيتباع في الدي ام وكذلك في غوسمان. الا ما كانش متواجد ماشي مشكل، غادي نحطها غير في اللاطه اللي غندخلها فيها الفران
ونغطيها مزيان بالالومنيوم باش دغيا تطيب، وحتى تبقى تقريبا ديك 4 ساعه او 10 دقائق عاد غنحل عليها باش تحمر. الفران سخنته على 200 درجه ما بين الساعه حتى 45 دقيقه. الجينواز غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 2 معالق كبار ديال الزيت، 7 غرام ديال الخميرة الحلوة، 200 غرام ديال الفورس، و 170 غرام ديال السكر سنيدة. غادي نبدا بالبيض والسكر وما الوالا، غادي نطلعهم مزيان بالباتور حتى يتضاعف الحجم ديالهم وكذلك اللون يتفسح. هذا الشكل ديالهم منين كيتضاعف الحجم. دابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الزيت، واحد الكيس ديال الفاني اللي نسيت ما قلتوش، نزيد نخلط واحد شويه. من بعد غنزيد الطحين على 3 ديال الدفعات، الدفعه الاخرى كاع غادي نخلط معاها الخميره ديال الحلوه، ونحاول ما نضربش بزاف، نضرب غير بشويه. صافي، نحطو الخليط ديالنا في المول اللي نكونو دهناه بالزيت ورشينا عليه الطحين، ونسخنو الفران على 180 درجة من الفوق ومن التحت، وندخلوها ما بين 20 حتى 30 دقيقة كل وحدة والفران ديالها. خصنا ما نغفلوش عليها باش ما تجيش قاسحة. صافي، هنا خرجتها من الفران وبردات. دابا غادي ندوز باش نقطعها. غنستعمل هذا اللي كيقطعوا به هكا الجينواز، فيه القياسات الا بغينا هكا قياس رقيق او شويه غليظ. الا ما كانش متواجد نقدروا هكا نستعملوا شي سكين هكا يكون شويه ماضي، نقطعوا غير بشويه ونحاولوا نضبطوا القياس باش يجيونا الطريفات متساويين. بالنسبه للكريم استعملت هذيك شونتيي اللي كتباع في المغرب، كنت بغيت نجربها سمعتهم كيهضروا عليها، دونك احتاجيت لها 2 ديال الساشيات مع سيترو ديال الحليب اللي خصو يكون بارد، يعني قبل ما نوجدوها ندخلو واحد 4 ساعه للفريكو، والحليب خلطته مع شويه ديال السكر اللي غادي نسقي به الجينواز. انا كنت جبتها معايا من المغرب، الا بقيت عاقله الثمن ديالها كان واقيلا 15 او 20 درهم. البنات اللي في المانيا راه كتباع في عند الاتراك وتقريبا بحالها بحال ديال المغرب. هذا شكلها كتجي عاقده احسن من لاكريم اللي كتكون ليكيد وكنطلعوها. صافي، دابا غادي نبقى ناخذ طبقه من الجينواز نزقيها مزيان بداك الحليب اللي خلطته مع السكر، نزيد فوقها طبقه من لاكريم، نسرحها مزيان، نحاول ما نخليش بلاصه طالعه او بلاصه نازله. استعملت هذاك البابي كويسون بجناب، قطعته في النص، يعني درت واحد في اليمين واحد في اليسار غير باش ما يتوسخ لياش الطبق اللي غنقدم فيه، ونبقى هذا على هذا الشكل حتى نسالي الطبقات كلهم. من بعد نحاول نغطيها يعني في الجنيبات وكذلك من الفوق. وبالنسبه لهاد لاكريم هادي كما قلت لكم قبل اول مره كنستعملها لانني سمعتهم كيهضروا عليها، هي في الخدمه كتكون سهله ماشي صعيبه لانها كتكون عقده تقريبا دايره بحال لاكريم ديال الزبده، وحتى في المذاق يعني قريبه لها، غير هو ماشي زعما شي كريم ديال الطوب ولكن كتقضي الغرض.
معاك قلبي صافيني يا أنا معاك قلبي صافيني يا وانت يا إيدك الله عليا أشداني لولفو أشداني لقربو أشداني لعشرو هداك الغدار ينظر فيا. وبالنسبة للتزيين هذا هو الشكل اللي كان عندي في الراس، يعني هذا الشكل اللي كنت انا باغا. خديت هاد لي روز اللي هما ارتيفيسيال، درت ليهم لتحت سلوفان وحطيتهم من الفوق باش ما يتقاسوش مع لا كريم. بالنسبة للتزيين كيبقى كل واحد والشكل اللي بغا. بقى ليا واحد شوية ديال ديك شونتي درتها في البوش واختاريت هذا الراس ودرت مقيطات اللي غطيت بهم من الفوق، وكذلك دوك الجنيبات اللي كيبقاو لتحت باينين. والبطاطا اللي رافقت مع الدجاج خديت واحد الكمية سلقتها، من الأحسن تكون بطاطا صغيرة. شحرتها في المقلاة مع شوية ديال الزيت نباتية، معلقة كبيرة ديال مركز طماطم، شوية ديال الكمون، شوية ديال التحميرة، شوية ديال السودانية يعني الحار اللي ما كيبغيش ما يديروش، شوية ديال البزار، شوية ديال الخرقوم وسكينجبير. غادي نشحرها واحد الخمسة دقائق، من بعد نزيد لها شوية ديال الربع ونخليها على عافية مهيلة. ان شاء الله يكون عجبكم الوصفات ديال اليوم وتجربوهم، راهم تيجيو لذادين شوا منهم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي واحد لايك، وكذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. الى عندكم شي سؤال هكا او شي استفسار خليو لي في لي كومونتير، ان شاء الله باذن الله غنجاوبكم. البنات اللي يلاه دخلوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم. البنات اللي قدام وديما كيشجعوني وكيسولوا فيا كنشكركم بزاف. خليتكم على خير، ان شاء الله باذن الله قريب نتلاقاو فيديو جديد.